حقيقة يعني قائمة تشرين التي حققت 5 مقاعد هنا فقط هنا في ذي قار يعني هي من انبثقت من تشرين. يعني كلامهم ويعني مشروعهم السياسي الذي طرحوه هو لا اتفاق ولا توافق مع كل الأحزاب التي ساهمت وبشكل مباشر أو غير مباشر بقمع تظاهرات تشرين وقتل المتظاهرين وما حصل بأحداث العامين الماضيين. هم لا يوجد أي تحالف أو شراكة معهم. هذا كان مشروع مو مشروعهم يعني السياسي الانتخابي ومثل المشروع القادم وهو يعني الغاء الامتيازات وغيرها من الامور وتقديم الخدمات الكثير من النقاط والنهوض بالقطاع التربوي والصحي. قالوا سنساعد سنساهم من اجل تحقيق هذه المطالب ومن اجل اقرار هذه القوانين. بما يخص التحالفات زميلتي يعني امين عام حركه امتداد في العراق هو الدكتور علاء الركابي من الناصريه الذي حصل على 34,000 صوت تقريبا. هو امين عام حركه امتداد يعني اليوم او يوم امس تقريبا اعتقد اليوم كان في محافظه المثنى للقاء مع باسل الخشان المستقل الذي فاز في الانتخابات. حسب تواصلي مع الكثير من الممثلين التشرينيين في الانتخابات الفائزين وايضا في المشروع السياسي قالوا نعم هناك ائتلافات قادمه مع الاشخاص المستقلين فكرا وسياسيا. اي بعض المستقلين هم ينتمون لاحزاب لكنهم دخلوا الانتخابات مستقلين. قالوا لا فقط المستقلين فكرا وسياسيا. يوجد ايضا زميلتي العزيزه يعني اسمح لي الوقت يوجد قائمه كانت جدا قويه لو دخلت الانتخابات التشرينيه. هذه القائمه لم تشترك في الانتخابات. بعض الافراد منهم شاركوا في الانتخابات تحت مسمى مستقلين. هؤلاء ايضا وافقوا حسب ما وصلني أن ينتموا مع حركة امتداد ويشكلوا يعني تحالف تشريني كبير قد يصل أكثر من 40 مقعد حسب ما تواصلت معهم قد يصل لهذا العدد. حتى الآن مع فكرة الائتلاف والتحالف ما بين المستقلين والتشرينيين المستقلين المنبثقين من تشرين تحديدا يعني نعم يوجد هناك حتى في النجف الأشرف حسب ما وصلني في النجف أيضا هناك 4 يعني شخصيات مستقلة وافقوا على الاندماج في هذا التحالف.